بيمز لتريس السرير سواء اكسترنالي وانترنالي، واخذنا كيف نحسب الديجري اوف انديترمنسي فور فريمز بالطريقه الطويله او بطريقه الايكويشن، كمان بطريقه يعني الفاست تراك، هاي الطريقه السريعه، بس ما اخذنا اي فريم في ريليسز. هلا ليش احنا بناخذ ديجري اوف انديترمنسي بالمقام الاول؟ ليش انه احنا عندنا هذا اول سكشن فعلي او اول تشابتر فعلي بستراكشر 1؟ السبب شباب انه احنا زي ما حكينا انه ستراكشر 1 يتعامل مع ديترمينت ستراكشرز، وهم الستراكشرز ماثيماتيكلي اللي بنحلوا بالاكوليبريم ايكويشنز، اما بالنسبه لستراكشر 2 فبتتعامل مع الانديترمينت. فاحنا فعليا اخذنا هاي الديجري اوف انديترمنسي حتى نعرف انه هل هاي الستراكشرز هي ديترمينت ولا انديترمينت وبنقدر نتعامل معها او لا. خلينا نكمل اللي كملنا واللي بدينا فيه المره الماضيه، اللي هو degree of indeterminacy for special frames او frames with releases. لو كان عندي هذا الفريم، حلينا زي المرة الماضية. بس الفرق هو خلينا هون نحط بين هون هنج. هاي الدائرة شباب هي هنج، تمام؟ أي شيء ما بحطه بتكون rigid connection. rigid. قديش الـ degree of indeterminacy؟ كيف بدنا نحسبها؟ آية يا شباب، آية أوس، أني هاد، على وينكم شباب؟ يا سلطان، شو الفرق ما بين كيف احنا بنحسب الـ degree of indeterminacy؟ R ناقص عدد الممبر ناقص 2 في الجوينت. هلا احنا بنحسب الـ degree of indeterminacy كالآتي: reactions اللي هن الـ unknowns minus الـ equations plus 3 بالممبرز minus reactions زائد 3 بالممبر، هدول الـ unknowns minus عدد المعادلات شو هن 3 بالجوينتس، صحيح؟ هلا شو اللي بيفرق؟ هاي بالطريقة المعادلات، الطريقة السريعة نقول شو في عنا أكثر من، هل في عنا كلوز لوب وشو في عنا أكثر من ثلاثة، تمام؟ هلا شو اللي بيفرق هون؟ في عندي هون هنج شباب، أنا لما بقول ثلاثة بالجوينتس مفترضة الجوينتس إنهم ريجيد كونكشنز، فبالتالي هم بينقلوا شير وأكسيال ومومنت، ولكن لما يكون عنا هنج المومنت
مومنت عند الهنش قديش بساوي؟ هاي أشرف صفر. المومنت عند الهنش بيساوي صفر، مش مجموع المومنت صفر، المومنت نفسه صفر. شو يعني؟ يعني كل ما في مقاومة للدوران، يعني كل ممبر بيقدر يلف. أما لما يكون مجموع المومنت بيساوي صفر يعني إنه هو في مقاومة للدوران، في مومنت داخل متكون، بس المهم إنه بيعادلوا بعض. هلا لما بيكون المومنت بيساوي صفر يعني أنا ما في عندي معادلة مومنت، فاللي بيفرق بالقانون ناقص إني زي كأني أنا اكسبت مجهول، تمام؟ فبقول ناقص، مش ناقص عدد الإكويجن، زي كأني أنا زدت معادلة، يعني كسبت مجهول أو كسبت معادلة اللي هي مقدارها الهنش، أو سوري النمبر of members اللي موصولين بالهنش ماينس واحد، تمام؟ طب ليش ماينس واحد؟ لأنه تحصيل حاصل إذا عرفت إنه هذا المومنت عند مثلا العمود صفر، تحصيل حاصل عند البيم صفر، فأنا زي كأني كسبت مجهول. فشو بيصير هذا الحكي؟ الرياكشنز قديش؟ أربعة زائد ثلاثة بالممبرز، ثلاثة في ثلاثة ماينس ثلاثة بالجوينت، ثلاثة في أربعة ماينس قديش عدد الممبرز اللي موصولين بالهنش؟ اثنين ماينس واحد قديش بتساوي؟ أربعة زائد تسعة، ثلاثة في ثلاثة زائد أربعة قديش؟ 12 ماينس 12. ثواني في إشي غلط أنا عملته. أربعة صفر كلياتهم بيطلع الميس، بيطلعوا صفر بالضبط، بيطلعوا صفر لأنه هو ديترمينت. آه 13 ماينس 13 صفر، مزبوط ديترمينت. طيب ليش أنا ضربت ثلاثة بالجوينت؟ شباب أنا ليش عملت هاي؟ يعني أنت العدد الممبرز الموصولين بالريليس ماينس واحد. هلأ هون أنا لما ضربت ثلاثة بالجوينت مفترضة أنه الجوينت ريجد، فأنا ما غيرت فرضيتي، زي كأني أنا قلت أنه كل الجوينت ريجد، بس في عندي هاي الجوينت هي فعليا مش ريجد هنش، فقلت فأنت منها واحد. يعني كيف بدي أفهمكم إياها؟ بدل ما تصيروا تلفوا على نقطة نقطة تفترضوا كلهم رجد، فعشان هيك أنا ما غيرت القانون عشان أخليكم حافظين هذا القانون نفسه. بعدين بتقيموا سبيشال كيس. شي سبيشال كيس؟ إنه هاي مش رجد، هاي هنش، فبالتالي ما إنه هنش مجموع المومنت صفر، إذن أنا خسرت معادلة أو سوري خسرت مجهول، فعشان هيك أنا نقصت 2 ماينس 1. طب ليش 2 ماينس 1؟ لأنه الممبرز هم تنين الموصولين بهنش، لو شلنا واحد أو أنا إذا عرفت المومنت بواحد بعرف بالتاني، تمام؟ ولو كانوا ثلاثة ممبر لازم أعرف المومنت بتنين ممبر حتى أعرف بالثالث. لو كانوا أربعة ممبرز إذا عرفت بالثلاثة بعرف بالرابع، لأنه المومنت بيساوي صفر، فإذا عرفت بالأول بالثاني بعرف بالثالث، فهكذا. فإذا دائما عدد الممبرز الموصولين بالريليس ماينس واحد، لأنه واحد رح يكون معتمد على الثاني. يعني إذا عرفت بهذا رح أعرف بهذا، لو كانوا ثلاثة ممبرز إذا عرفت باثنين الثالث خلص تحصيل حاصل عارفته. وصلت شو اللي أنا غيرته بالقانون؟ أنا شو عملت؟ إحنا لساتنا بناخد نفس الإشي، بس اللهم هلأ صار في عندي ريليسز. أنا لما أعطيتكم القانون مفترضة أنه كل الجوينت رجد، ولكن هذا الحكي مش بالضرورة صحيح. فإذا كان عندنا جوينت من هالجوينتس مش رجد هنش أو أي ريليس، أنت اللي عليك أنه أنت بما أنه في ريليس يعني في سماحية بالحركة، يعني هذا مش مجهول، فأنت اللي عليك تنقصه، يعني زي كأنك كسبت معادلة فبتنقص. طب قديش مقدار اللي بدك تنقصه؟ عدد الممبرز اللي موصولين بهذا الريليس ماينس واحد، لأنك إذا أنت عرفت كل الممبرز إلا الأخير، الأخير تحصيل حاصل بتعرفه، تمام؟ هلأ هل الهنش ريليس؟ يس هو مومنت ريليس، يعني هو في عنده سماحية بالحركة بالدوران. شو في عندي نوعي أنواع ريليس الثانية؟ عندنا أكسير ريليس، في عندنا شير ريليس. في حدا عنده مشكلة؟ في حدا مش فاهم؟ طب أعطيكم سؤال تاني. لو نفس هذا السؤال
حطيت هون تو فيكست. قديش ال degree of indeterminacy؟ هلا بدي اعلمكم الطريقه السريعه لما يكون عندي ريليسز. قديش ال degree of indeterminacy شباب؟ 2 100%. جدع. كيف عرفت؟ كيف حليتها؟ نفس القانون السابق، بس هون الرياكشن مش 4 6. هلا اول شيء اما نفس القانون السابق انه بتقول الرياكشنز زائد 3 بالممبرز ماينس 3 بالجوينت ماينس بحالتنا 1، فبتحلها. او كيف بدنا نحلها بالطريقه السريعه؟ اه يا محمد، هي ما هي مس مش مسكره هون، مش مسكره، بس احنا شو تعلمنا؟ بنطلع على شغلتين، اذا في عندي كلوزد لوب وفي عندي رياكشنز اكثر من 3، صح؟ صحيح. طيب شو بدنا نعمل هون؟ في عندي 6 بروح منهم 3 اول شيء. طيب هاي 3، كيف طلع 2؟ هلا لما بدي احل بالطريقه السريعه بعمل كالاتي، بطلع على 3 شغلات. كنت بالاول انا علمتكم اطلع على شغلتين، هلا بدي اخليكم تطلعوا على 3 شغلات. اول شغله، قديش في عندي رياكشن زايد عن 3؟ هل في عندي كلوزد لوب او ما في عندي كلوزد لوب؟ هل في عندي ريليسز او ما عندي ريليسز؟ 3 شغلات. هلا اول شيء قديش في عندي رياكشن زايد عن 3؟ 3 زائد في عندي كلوزد لوب؟ لا، 0 زائد في عندي ريليسز؟ يس. قديش الريليس؟ انه هون في هنج، فالهنج زي كانها اعطتني معادله، لان عرفت انه المومنت صفر، فزي كسبت معادله. بنقص منها عدد الممبرز اللي موصولين بالهنج ماينس 1، يعني بنقص 1. قديش صارت؟ 2. يعني انا عندي عدد المجاهيل اللي زايد عن 3 3، لانه في عندي كمان فيكسيشن، ما عندي اي كلوز لوب ففيش مجاهيل ثانيه، بس الهنج لانه ريليس كسبني معادله فرجعت ل2. يعني لو نفس السؤال انا ضفت هيك، قديش ال degree of indeterminacy؟ 5. ليش 5؟ اول اشي عندي الرياكشنز اللي زايدين عن الفيكسيشن 3، عندي كلوز لوب وحده هي 3، ماينس الريليز اللي كاسبته انا من الهنج، اذا صار عندي 5. ما بدكم تحلوا هيك، خلينا نحل بالطريقه الطويله. رياكشنز بلس 3 ممبرز ماينس 3 جوينتس ماينس 1، اللي هي النمبر اوف، هي مش دائما 1، بلاش هلا تصيروا تاخذوها دائما 1، النمبر ماينس الريليزز. طيب رياكشنز قديش؟ 6 زائد 3 الجوينت الممبرز قديش؟ 6 صح؟ ماينس 3 في الجوينتس، الجوينتس قديش؟ 6 ماينس الريليزز قديش؟ الهنش بس عندنا ممبرين ماينس 1، يعني ماينس 1. 3 في 6 و3 في 6 راحوا، 6 ماينس 1 5، يعني سواء حليت بالطريقه الطويله او الطريقه السريعه نفس الحكي. بس يعطيك العافيه. الله يعافيك. تمام مس. يا شعبي، الريليز وين هي موقعها بتكون بالستركشر؟ شو يعني ريليز؟ ريليز يا محمد معناها سماحيه بالحركه. اوكي، فعندنا هون هاي الجوينت، احنا افترضنا انه الجوينتس هم ريجيد كونكشن. شو يعني ريجيد كونكشن؟ هي الكونكشن اللي بتنقل بالاكس وبالواي وبالروتيشن، يعني يعني زي كانها ملحومه لحم. هلا هون عندنا هنش، الهنش شو معناته؟ معناته انه الممبرز اللي موصولين فيه
ار فري تو روتيت، بيقدروا يتحركوا، بيقدروا يعملوا سماحية حركة بالضبط بالروتيشن بالضبط. فبالتالي هون عندنا هاي الجوينت ريليس. احنا لما حسبنا بهذا القانون معتبرين انه الجوينت، ليش ضربت ثلاثة بالجوينت؟ لانه كل جوينت بتنقل شير ومومنت واكسيال. هلا هاي الجوينت مش زيهم، هاي الجوينت ما بتنقل شير ومومنت واكسيال. ليه؟ لانها لانه ما بتنقل مومنت، لانه الهنش اصلا عنده سماحيه بالدوران. فبلش بدل ما انا اغير القانون خليتها انها بتنقل شير ومومنت واكسيال ونقصتها من هون. يعني بدل ما أسير ألف على نقطة نقطة، أقول هون مثلاً ثلاثة، هون ثلاثة، هون ثلاثة، هون اثنين، خلص عممت. بس أنا فعلياً بالهنش ما عندي مومنت، عشان هيك أنا نقصت واحد، يعني ما عندي هذا المجهول، يعني أنا كسبت إشي. فهمت عليك. تمام؟ تمام تمام. بس دائماً إحنا شو بنعمل؟ ماينس الريليزز اللي هي عدد الممبرز اللي موصولين بالهنش ماينس واحد. فهون صدفة إنه الممبرز اثنين، فلما نقصت واحد ضل واحد. بس لو كانوا ثري ممبرز بدي أنقص واحد بضل عندي اثنين، يعني بنقص بالأخير ماينس تو. أوكي؟ هلا كيف الطريقة السريعة؟ بالطريقة الطويلة هيك. بالطريقة السريعة يا شباب بتطلع على ثلاث أشياء للمرة الثانية بعيد. بتطلع على الكلوز لوب، كل كلوز لوب تعطيني ثلاث مجاهيل. بتطلع قديش في عندي رياكشنز زايد عن ثلاثة، وبتطلع شو عندي ريليزز. فبحالتي I have one closed loop، فهي عندي ثلاثة. عندي كم رياكشن زايد عن ثلاثة؟ ثلاثة، لأنه الرياكشن ستة ماينس ثري ثلاثة، لأنه أنا أصلاً لو تعاملت مع الستركتشر ككل بعمل ثلاث معادلات. فشو في عندي زيادة عن الثلاث معادلات؟ ثلاث مجاهيل إضافية، فصار عندي ستة. بس الهنش لأنه ما بنقول مومنت، فأنا بعرف إنه المومنت صفر، فالمومنت مش مجهول صار عندي، فأنا كسبت هون معادلة. فستة ماينس واحد رجعنا خمسة. خلينا أعطيكم إكزامبل تاني. على نفس الرسمة لو ضفت هيك كمان فيكسيشن، قديش الـ degree of indeterminacy؟ بس إنه على القانون نفس الطريقة 11 100% نهاد ماشي على القانون. بس أوس من أعطيتك الطريقة السريعة. حكيت 11. هاي هون 3 وهاي هون 3، لأنه عندي تنتين closed loop، وعندي هون زايد عن هاي هون في ثلاثة رياكشنز ما بحسبهم، خلص إلهم معادلات. هون ثلاثة وهون ثلاثة، بس الهنش مكسبتني معادلة هون ماينس واحد. فشو صار عندي؟ ثلاثة في أربعة 12 ماينس واحد 11. لو بدكم تحلوها على القانون نفس الحكي، رياكشنز plus 3 members minus 3 joint minus releases. releases اللي هي عنا واحد. ننزل reactions قديش عندي؟ 3 و 3 6 و 3 9 زائد الممبرز قديش؟ 10 صح؟ minus قديش في عندي joint؟ joint 9. أشوف إذا عديت صح الممبرز، 2 4 6 8 10 مظبوط. ماينس قديش في عندي ريليزز؟ 2 ماينس 1 1 قديش بيساوي؟ 9 زائد 10 في 3 ماينس 9 في 3 يعني 3 ضل 9 و 3 12 ماينس 1 11. طيب لو نفس السؤال غيرت فيه شغلة، حطيت هون هنش شو اللي بيفرق؟ بصير 8 مش
خلينا نشوف. 3 و3 6 و3 و3 12 وهون ماينس 1 احنا 11 اصلا. ماينس 2 مس هون بصير يعني بصير 9 المطلوب. مش ماينس 2 ماينس 3. 11 ماينس 3 لانه عدد الممبرز اللي موصولين بالهنش 4 اللي هن هيهم 1 2 3 4 4 ماينس 1 3 11 ماينس 3 8 قدعني هذا تمام يعني الموضوع بسيط اللهم انت بكم تشوف شو كم كلوز لوب بدك تشوف قديش في عندك رياكشن اكثر من 3 وبعدين تشوف الريليزز الريليزز كيف كل جوينت بنقص منها عدد الممبرز ماينس 1 ليش ماينس 1 لاني فعليا انا لو عرفت 3 الرابع بعرفه ديبندنت الرابع يعني انا بنقص عدد الاشياء الاندبندنت فالاخير لما اعرف انا مثلا كل جيرانه اذا عرفته فعشان هيك ما بحسبه تمام فعشان هيك انا اللي بنقص يعني بقول اللي كسبان توتلت مجاهيل عرفتهم مش الرابع لأن الرابع بصير dependent تمام هلا الشغله الثانيه اللي بدي احكيها انه بعض الفريمز ما في يعني الهنش هي حاله خاصه هي مومنت ريليز عندها سماحيه للحركه بالمومنت لو نفس السؤال شباب بس اللهم هون انا حطيت لك بهذا الشكل ريليز شو معنات ريليز انه هاي الكونكشن بطلت رجد يعني بطلت تمنع الحركة أو التنين موصولين ببعض بالأكس وبالواي بالذات في عندها سماحية بالحركة بشغلة معينة تمام؟ هلأ الهنش سماحية الحركة بالدوران هي مومنت ريليز هاي سماحية الحركة بالشير لأنه العجلات بالواي فيعني كل واحد هدول التو ممبرز بالأكس بتحركوا مع بعض بيلفوا مع بعض ولكن ممكن واحد كل واحد يتحرك يعني للأعلى وللأسفل بمعزل عن بعض لأنه في سماحية للحركة تمام؟ لو كان هذا أنا بسميه شير ريليس في عندي كمان نوع ريليس يكونوا الممبرز عندهم بهذا الشكل العجلات هوريزنتال هذا أكسير ريليس مثل شو؟ مثل الباب القفل تبع الباب مش القفل تبع الباب تقدر تعمل له سلايدينج تقدر تدفشه تمام؟ اللي هي السقاطة أو يعني اللي هي هاي السلايدنج السلايدر اللي بتسكر الباب هاي في عندها أكسير ريليز بس ما بتقدر تطلع لفوق وتحت ولا بتلف ولكن ممكن بالأكسيال تتحرك تدفش تسكر الباب تمام ففي عنا إشي اسمه أكسير ريليز في عنا شير ريليز وفي عنا مومنت ريليز اللي هو الهنج كيف بتعامل معهم ولا إشي لما يكون عندي هاي بعتبرها جوينت وبتعامل معها انه قديش الممبرز اللي موصولين فيها ماينس واحد نفس الطريقة يعني خلينا نحل هذا السؤال بالطريقة السريعة وبالطريقة البطيئة يعني هاد كيف بالطريقة السريعة أمس كيف نقص كمان واحد صحيح من الثمانية 100% 8 ماينس 1 7 طب حلل لي اياها بالطريقة الطويلة طلع لي نفس الجواب نعمل الرياكشن زائد 3 الممبر يلا رياكشنز بلس 3 ممبرز ماينس 3 جوينت ماينس الريليزز صحيح يلا نقل الرياكشن اللي هي 6 ليش 9 9 9 صحيح الممبر عشرة عشرة بطلع الجوينت تسعة تسعة ريليزز في من الهنش الأولى هي 2 ناقص 1 ومن الهنش الثاني اللي هي 4 ناقص 1 ومن ناقص 1 اللي هي شو اسمه الشير اللي هو 2 ماينس 1 برضو
هلا لا ركز معي، قديش رح يطلع الجواب؟ 7 9 زائد 3 في 10 7 7 بطلع ميس 7. طب ركزوا معي بشغلة. هلأ هون أنا شو حكيت؟ حكيت هاي بتتعاملوا معها ك يعني هون اللي حكيته صح، بس لأنك عارف يعني كيف تعاملت بالممبرز والجوينت. بس ركز معي بشغلة، هلأ هون أنا بقدر أتعامل بعدد الممبرز، سوري بس أي من اللي هذا عدد الممبرز شباب إنهم 11 مش 10، وعدد الجوينتس 10 مش 9. يعني هون طلع معك صح الجواب. ليه؟ لأنك من هون منقص جوينت ومن هون منقص ممبر، صح؟ تمام؟ هلأ نعم وصلت؟ بس هون لأنه صار في عندنا ريليس، هلأ اللي أنت حاله صح. ليش؟ لأنك أنت لا حسبت هذا ممبر ولا حسبت هاي جوينت، بس نقصت إنه هون عرفت معادلة. بس هو بالأصل إنك أنت تحسبه إنه في عندي 11 ممبر لأنه هاي صارت نقطة، وفي عندي هدول عدد الجوينت 10، فصاروا 3 في 11 ماينس 3 في 10 ضلت 3. وصلت؟ يعني هاي الأصل تكون 11 وهاي الأصل تكون 10، بضل الجواب 7. يعني هون زبط معك لأنك أنت نقصت من هون واحد ونقصت من هون واحد. في حدا عنده مشكلة؟ طب نشوف كمان سؤال نفسه، خليني بس أرجع. طيب نفسه بس اللهم هون نحط اكسل ريليز. هون شي ريليز. بدنا نضيف another column. هاي بين كونكشن قديش الديجري اوف انديترمينسي؟ يا شباب قديش الديجري اوف انديترمينسي؟ ياش خلينا نشوف قديش طلعت معك. 11 مس 11. اشوف اجوبه ثانيه. 11 مس 11 مس. يا شباب ام محمد
11 مس 11 11 او 10 11 اه علي اه مجد اه ابراهيم ابراهيم ليه بسمعش صوتك 11 طيب اه يا بس انا 15 طلعت معي اه قصاي 15 مس طيب يزن 11 اه شعبي شو رايك انا 15 مس 15 طب خلينا نشوف خلينا نحسب بالطريقة السريعة أوكي؟ على راحتك يلا في عنا قديش في عنا أكثر من ثلاث مجاهيل أو ثري رياكشنز في عنا هون هدول الثلاثة لهم معادلة صح؟ في عنا هون ثري في عنا أناذر ثمانية مس ثري وفي عنا هون تنين إذن من الرياكشنز عندي ثمانية بلس How many closed loop عندي؟ ثلاثة واحدة بتعطيني ثلاثة يعني كمان تسعة يعني هاي 17 ماينس في عندي هون أكسير ريليس صحيح؟ الأكسير معطيني واحد ماينس ليش واحد؟ لأنه two members معطيني ناقص واحد ثلاثة الهنش معطيتني هون ثلاثة لأنه four members minus واحد ثلاثة minus الشي ريليس هاي معطيتني واحد 100% وهديك واحد وهناك كمان واحد فالسبعتاش قديش بدي أنا أقص منها واحد اثنين ثلاثة وثلاثة ستة سبعتاش minus ستة داش 100% فبيساوي 11 اه بس انا ما انتبهت انه ما ضلوا النقاط هنش اه هدول هنشز مش مشكله اه انا لما حسبت يعني حسبت انه النقاط عادي عادي آه اذا الدائره بتكون هنش اذا انا ما حطيت دائره بتكون رجل ما عندي مشكله شباب تمام المهم انه احنا نوصل لانه الكل يفهم ما في مشكله يعني بالعكس في حدا عنده لسه مشكله هلا لو بدك تحل بالطريقه الطويله نفس الحل لازم يطلع بس اللهم شباب لما تحسبوا الممبرز اللي قبل واللي بعد هدول يحسبوا ممبرز اوكي يعني هذا تو ممبرز وهون تو ممبرز لما بدي اجي احسب الجوينتس برضو هاي تعتبر جوينت وهاي جوينت اذا انا ما بدي احسب انه تو ممبرز بدي احسبها بس وان ممبر وهون وان ممبر بحسبش هاي وهاي انهم جوينتس يعني ما بصير احسبهم وان ممبر وثلاثه جوينت فهمتوا كيف؟ يعني أنت لما حاسب أنه هذا منبر الأفقي كل منبر له نقطة بداية ونقطة نهاية صحيح؟ فما بزبط أني أنا أحسب one منبر وأجي أحسب ثلاثة joint في عندي إما بحسبهم two members وفي عندي ثلاثة joints لأنه في واحدة مشتركة تمام؟ أو بحسبهم one منبر وبحسبش هاي إنها joint زي ما عمل نهاد بالسؤال اللي قبل فطلع عنده نفس الجواب بس ما بس طبعاً حتى لو ما يعني حتى لو ما حسبتهم ممبرز وجوينت او حذفتهم كممبرز وكجوينت بس انا بنقصهم كريليزز لاني فعليا انا شو اللي عملته يعني زي كاني اعتبرته ممبر تو جوينتس يعني زي كاني لو حسبت تو ممبر وثري جوينتس تحصيل حاصل بيطلع نفس الجواب كماث يعني زي هذاك السؤال لما حسب نهاد انه عدد الممبرز 10 وعدد الجوينتات 9 ف10 في 3 ماينس 9 في 3 ضل 3 نفس الحكي هو الأصح إنه يحسب 11 ممبر و10 نقاط برضو 11 في 3 ماينس 10 في 3 3 فهو أم جوينت وأم ممبر فطلع جوابه صح وصلت؟ يعني هذا لو حسبتوها بالطريقة الطويلة أو بطريقة المعادلة لازم برضو تطلع 11 في حدا عنده مشكلة؟ طيب بدي أحط سؤال وبدي أشوف مين بده يجاوب أول إشي خليني أحط واحد بسيط وبعدين بدي أحط سؤال أشوف مين بده يجاوب هاي clear all عندي member بهذا الشكل
بديش ارسمهم ستريت هلا رح اقعد 100 سنه فاعتبروهم ستريت لاينز. وعندي من هون كمان بين وعندي هون برغي بين كونكشن. قديش الديجري اوف انديترمنسي؟ اثنين واحد مس. طيب اجوبه ثانيه مس، بس البرغي بنعتبره بين صح؟ بين كونكشن. صفر مش صفر. صفر. طيب مين كمان عنده جواب تاني؟ مين بيقول صفر؟ مين بيقول اثنين؟ مين بيقول واحد؟ يا أشرف. يس. يا أشرف قديش؟ صفر صفر. صفر شباب طبعا صفر. ليه؟ اثنين عندك اربع رياكشنز مع ثلاثه بروح وبضل واحد، والبن عنده سماحيه مومنت واحد ناقص واحد صفر. اكزاكتلي. هلا لو حسبتها بالطريقه الطويله ما بتفرق. في عندنا هون اربع رياكشنز تمام، طبعا قديش زياده عن ثلاثه واحد، بس هون البن في عنده سماحيه بالمومنت. هلا وليش انا مثلا حطيت هذا السؤال؟ لانه انا بدي افهمك انه هدول تو ممبرز مش ثلاثه، وهذا الحكي انا فهمتك اياه من وقت ما اعطيتك التو فورس ممبر، لانه هاد تو فورس ممبر تمام، فهمتك اياه من وقتها انه هدول تو ممبرز مش ثلاثه، لانه لو كان ثلاثه كان هذا الجزء رح يكون انستابل. ارجع للمحاضرات رح تلاقيه. فهون انا ليش حطيت؟ عشان اقول لك انه هدول لما بدك تنقص من الهنج رح تنقص 2 ماينس 1 مش 3 ماينس 1. بس الديجري اوف ديترمنسي هلا ايه احنا بنجيبها؟ هلا ليش انا بوجد ديجري اوف انديترمنسي؟ انت شو فاهم؟ ليش بوجدها؟ ليش مش أنا عشان المفروض اعرف اذا المنشا ستيبل ولا لا؟ وقد ايه درجته؟ مرة ثانية؟ يعني عشان نعرف اذا المنشا ستيبل او لا، ونعرف قد ايه درجه الستابيليتي تبعته، صح ولا لا؟ هلا ابراهيم في شغله بدي اياك تفهمها. الستابيليتي ما لها علاقه بالديترمنسي، يعني اذا كان عدد المجاهيل، مش احنا قلنا اذا كان الجواب سالب هو اكيد انستيبل، بس اذا كان مش شرط. فمش معناته اذا هو ديترمنت او انديترمنت معناته هو ستيبل. هذا الحكي وضحنا. انا ليش بوجد degree of indeterminacy؟ بوجد بشوف انه انا هل هو انا مصمم على القد، ولا انا حاطه restrictions اكثر من ما بحتاج. طب ليش انا هلا بهذا الوضع قاعده انا عم بصنف لكم انه هذا determinate وهذا indeterminate؟ عشان ببساطه نعرف شو هم الستركتشرز اللي رح ناخذهم بستركتشر 1، وليش هدول الستركتشرز انا مصممتهم على القد، وانه هدول الستركتشرز يحلوا بالاستاتكس، وتميز الستركتشرز اللي لا يحلوا بالاستاتكس. بدك انت ماتريسيز او بدك كومباتيبلتي ايكويشنز حتى تحلهم تمام، عشان تميز انت هذا الستركتشر والله مصمم على قد هون لا حاطه ريستريكشنز اكثر من اللازم. يعني احنا صراحه بستركتشر 2 كذا مره عملنا تريك بالطلاب انه هو اصلا ستركتشر 2 لانديترمينت كيسز، كذا مره بالفاينل اجى ديترمينت والكل حله ماتريسيز وهو حله سطر تمام، يعني عشان انت تصير تعرف انه والله هذا الستركتشر كيف بدي اعمل له اناليسز. لانه هلا احنا بالماده، هلا انا ضايل اليوم اخر محاضره بالديجري اوف انديترمنسي، بعدين رح ابلش نعمل اناليسز للستركتشرز. هلا كثير مهم انت لما تطلع انه مخك ما يكون خلص ماشي سيستم، تطلع هذا الستركتشر شو نوعه، اوكي اذا حله رح يكون هون اسهل من ما انا استخدم الماتريسيز. الماتريسيز بتزبط للديترمنت وللانديترمنت، بس طويله تمام، طويله وكلها كالكوليشنز وعلى الفاضي. فانت في بعض الاحيان لما تعرف هذا الحكي وتعرف الديجري اوف فريدم او ديجري اوف انديترمنسي وتعرف التو فورس ممبر وتعرف هدول التريكس اللي انا اصلا راجعت لك اياهم، رح يصير انك
توصل لطريقة أناليسز أسهل، تعرف كيف تحلل السؤال أسهل. تمام؟ يمكن هلأ لأنك ما بلشت بالتحليل فأنت مش فاهم شو أهمية إنك أنت تميز أصلاً إذا هو ديترمينت أو لا. مش هلأ السؤال. لما يكون أنا مثلاً معي عدد المعدل إنه يعني over determined إنه مش يعني بكون بسموه unstable بهاي الحالة، طب ليش إنه بنسميه unstable إذا كان over determined؟ قصدك إذا كان الرقم مش سالب، كان رقم أكثر من صفر وبرضه ممكن يكون، ليش ممكن يكون unstable؟ ليش إنه بنسميه unstable؟ ما هو يعني محلل. بنسميه unstable. أنا شو حكيت؟ حكيت إنه يا شعبي حكيت كالآتي، لو كان عندي أنا مثلاً هاي بيم، تمام؟ تمام. معنات unstable، unstable يعني structure بتحرك مش ثابت. كان عندي بيم وهي عندي رولر وكمان رولر، قديش الـ degree of indeterminacy؟ قديش الـ reactions؟ 2. قديش المعادلات؟ 3. تمام صحيح؟ إذن ماله 2 minus 3 minus 1 طلع الجواب سالب. أنا قلت لكم إذا طلع الجواب سالب هذا unstable للي ما بده يفكر، يعني للي ما بده يطلع على الرسمة. بس أنت سيمبلي لو طلعت على الرسمة رح تشوف إنه هذا رولر وهذا رولر، لو إجت أي قوة لو خفيفة أفقية بتحرك الجسم، رح يتحرك، ما في إشي يمنعها، ما في رياكشن بالإكس، ما في رياكشن هوريزنتال يمنعها، فرح يتحرك. هلأ إذا طلع سالب للي ما بده يفكر أكيد أكيد unstable. هاي مثال. طب إذا طلع degree of indeterminacy وإحنا بنحسب صفر أو أكبر من صفر، هل هو دايماً stable؟ هل هو دايماً structure ثابت؟ قلت لكم أنا مش شرط، لأنه ما إله علاقة الثبات بالdeterminacy. يعني لو أنا ضفت كمان سبانة، لو ضفت أنا كمان سبان للبيم، أو بلاش بديش أضيف سبان، هينا يعني هون حطيت رولر زيادة. بالضبط، حطيت رولر زيادة. قديش الـ degree of indeterminacy؟ 3 minus 3 صفر، يعني مفروض هو determinant، ولكن لساته عنده مشكلة إنه لو أنا حطيت force بالx ممكن يتحرك. فأنا شو اللي حكيته؟ إنه إذا سالب أكيد unstable، بس إذا موجب لا، لازم تحك راسك وتطلع أنت إذا هو stable ولا لا، يعني ممكن يكون هو مش ثابت أصلاً الـ structure، فما إلها علاقة determinacy بالـ stability. وهذا جواب تاني مرة لإبراهيم، تمام؟ علاقة. هلأ إحنا بشو منتعامل؟ أنا بدي أتأكد أصلاً بالمقام الأول إنه هذا الستركتشر stable يعني ثابت، بعدين أجي أصنفه لديترمينت وإنديترمينت وأعرف كيف أعمل له أناليسز. ليش بدي أعمل له أناليسز يا إبراهيم؟ لأني بس أعمل أناليسز بعدين بروح بصممه، لأنه هي أنا الجول تبعي إني أصمم. طيب لو طلع من الأول هو unstable ما فيش داعي أصنفه ديترمينت وإنديترمينت، ليه؟ لأنه already هو بتحرك وأنا معنية بالستركتشرز الثابتة. هذا اللي قصدي، إنه إحنا على أي أساس اعتبرناهم إنه بس two members دول؟ يعني إحنا أريد عملنا نحسب عشان نعرف إذا stable، إذا unstable أو determinate. إذا determinate بنحدد أكدب درجتها. مرة ثانية إبراهيم، يعني إحنا لما نحسب عندنا ثلاث احتمالات، يا يطلع unstable أو يطلع determinate، بنحدد درجة determinate. Yes. طيب احنا هون انت لما اعطيتنا المثال المفروض انه فاهم علي انه مش ضروري يكون ستيبل، يعني ممكن يكون انستيبل، ممكن يكون يس مزبوط اللي بتحكيه 100% مزبوط، بس انا كل الامثله اللي اعطيتكم اياهم هن ستيبل. بالضبط، بس انه هذا هي انه المفروض انه هذا ستيبل وبعدين نحل، انه تقولين انا 100% 100%. وهذا اصلا انت يعني هلا رح، يعني انت سبقتني، هلا رح تشوف انا شو رح اعطيكم. تمام. الشعبي وصلت؟ وصلت مسيس المدين. اوكي خليني اعطيكم كمان اكزامبل وده اشوف مين بده يحله، برضه في فكرة حلوة. في عنا هون بيم، هاي اتخيل بهذا السؤال في مفهوم بتخيل انه لسه مش كتير واصلكم، فعشان يوصل 100% رح أعطيكم هذا الإكزامبل. في عنا هون فيكسيشن، في عنا هون برضو فيكسيشن، في عنا هون بين، في عنا هون
كالآتي. قديش degree of indeterminacy؟ قديش degree of indeterminacy يا شباب؟ قديش الديجري اوف انديترمنس يا شباب؟ قديش اشرف؟ ثلاثة. اشوف اجوبة ثانية. ماشي اشوف اجوبة ثانية. اشوف الكل كيف بفكر بعدين بحكي شو الصح. يا شباب مس هذا البن على ايه وقت بالضبط؟ اللي بالنص. البن اللي بالنص على ايه يعني متوقع؟ ما بعرف انتوا شوفوا. طيب انستابل هيك رح يوقع. ليه؟ لانه فيش اشي واقف عليه انه كيف بده يوقع. طيب كمان رأي. يا علي. أني هاد شو رأيك؟ مش الفايدة من البن هذا اللي بالنص؟ فكروا ما هو هون اللي يعني ما إلوش لازمة يعني هو هيك السبب بدون إشي فهم كيف؟ إنه هذا ما بنزل وهو فكروا ما هو هون اللي ترك هذا جوابه إشي أنا حكيته بأول أول محاضرة ستة طيب أوس سلطان أربعة اثنين ميس سلطان ثلاثة نهاد اثنين يا محمد اثنين ميس اثنين شعبي مش اثنين نضال ربيع مس تنين طيب الجواب الصح مس ممكن صفر لا يا أشرف ليه عاد أنا مبسوطة عليك الجواب الصح اللي جاوبه فقط أشرف ثلاثة أشوف جاوب ليش ثلاثة أنت حكيت ثلاثة لأنه البن والرولر ما لهم مش أي لازمة فيش أي فايدة منهم لأن اثنين فيكسيشن فثلاثة بنروح مع ثلاث معادلات بيضل ثلاث عنا لا يا أشرف يعني رمي طب أشوف سلطان برضه قلت ثلاثة ليه ثلاثة جواب صح ثلاثة يا سلطان محمد ليش ثلاثة شكله ما عندك مايك طيب الجواب الصح ثلاثة ليش أنا حطيت هذا السؤال؟ هذا السؤال شباب في كونسبت مهم لازم تميزوه أنا متأكدة إنه مش مميزينه وهي واضح إنه لا في فرق ما بين support وفي فرق ما بين connection تمام يا إبراهيم؟ في فرق ما بين support في فرق ما بين connection شو الفرق؟ إبراهيم شو الفرق ما بين support و connection؟ في فرق تذكرت أول إشي أخذناه شو الفرق؟ إنه support اللي ناس والله بس هلأ تذكرت في فرق إنه support عادي دعامة بتكون joint الconnection تربط بين ممبرين أيوة صح؟ طيب هاي
مش support، هاي connection، لأنها هي موضحة العلاقة ما بين موضحة العلاقة ما بين الممبر اللي فوق والممبر اللي تحت. هذا support، هذا support، هذا support. بس this joint is a connection. طب شو معنات حكي؟ معنات حكي انه هون في عندي قديش اكتر من ثلاثة؟ هاي هون نفس اشارة الرولر بتكون، يعني انه كيف كانت connection هي نفس اشارة الرولر. مو هلأ جاي احكي هلأ في قديش عندي زايد عن ثلاثة؟ خمسة. هذا هو كيلو معادلات، هون خمسة، صح؟ طيب خلينا نطلع على هاي الكونكشن، ليش هيك مرسومة؟ هاي الكونكشن طالما إلها عجل معناتها هي عم بتقول لك إنه في أكسيال ريليس بين هدول التو ممبرز، يعني بيقدر يصير في سلايدنج بين هدول التو ممبرز، تمام؟ بنفس الوقت مرسومة هيك زي عشان تقول لك إنه هاي برضو مش ريجيد كونكشن، فيها مومنت ريليس، يعني هاي احنا اخذنا لو في اكسل ريليز بترسموه هيك وعجلات، صح؟ ولو مومنت ريليز بنرسمه هنش. هاي الرولر اصلا ما بيقاوم مومنت، فهاي زي كانها كونكشن عم بتقول لك انه بين هدول التو ممبرز في مومنت ريليز، بنفس الوقت في اكسل ريليز، فعشان هيك هيك شكلها. انا لما حسبته بس على الاكسل ريليز، ما شدتش على المومنت، عشان هيك الضربه بالضبط. هون لا، هي مش اكسل ريليز، هي اكسل بلس مومنت. واو، بلس مومنت. اه انت بس شلون فهمت كيف؟ خلينا نطلع قديش عندي رياكشن زايد عن 3 5. طيب خلينا اطلع على هون، هون في اكسل ريليز. طب الاكسل ريليز كم ممبر موصول فيها؟ تو ممبرز اللي فوق واللي تحت، مش 3 ممبر، لانه لو 3 ممبر يعني برضو هون، يعني هون عم بتقول لك انه السلايدنج بين اللي فوق وبين اللي تحت، واضح انه بين هدول الممبرز اللي عم توصل. فتو ممبرز بنقص منها واحد، هي نقصت واحد، اذا في عندنا اكسل ريليز بمقدار، يعني استفدت منها بواحد. شو في عندي ريليز بنفس النقطه؟ في عندي مومنت ريليز. طب المومنت ريليز كيف بدي استفيد منها؟ عدد الممبرز 2 ماينس 1، برضو نقصت واحد، شو صار عندي؟ ثلاثة. إذا شو اللي بيفرق؟ أو هذا السؤال ليش حطيت لكم إياه؟ هذا السؤال عشان أهم كونسبت إنك تميز إنه هاي النقطة هي كونكشن ولا سبورت. وهذا الحكي شو بيفرق؟ إنه السبورت خلص إتس أ جوينت، كونكشن توصل بين التو ممبرز، تمام؟ هلا هاي الكونكشن ممكن يكون عندها ريليزز، فبحالتنا هاي ليش كانت مش واضح السؤال؟ لأنه نفس الكونكشن أنا كنت أعطيك كل كونكشن عندها ريليز واحد، هاي نفس الكونكشن عندها تو ريليزز اللي هن الاكس اللي هو يعني اكسل بالنسبه للتو ممبرز، بنفس الوقت في عندها مومنت ريليز. فعشان هيك انا تعاملت مع كل ريليز على حده، فتعاملت مع الاكسل فهيك انا كسبت مجهول، تعاملت مع المومنت هيك كسبت مجهول. طيب ليش شكلها زي الرولر؟ لانه عشان توضح لك انه فيها سلايدنج، بنفس الوقت الرولر اصلا ما بيقاوم مومنت. بس احنا مش قصدنا انه هذا رولر سبورت يا شعبي، هذا قصدنا انه هاي الكونكشن تتصرف تصرف الرولر. اجين كيف بدك تميز هاي السبورت؟ بس بنقطه واحده، ممبر ونقطه واحده، هاي كونكشن، فعشان هيك تعاملت معها كريليزز مش كرياكشنز. مومنت ريليز كيف اجت؟ مومنت ريليز لانه هذا الرولر، الرولر بيقاوم مومنت؟ لا لا، فهون اصلا موصولين ببعض بنقطه راس قلم، يعني مش انهم ملحومين، فبالتالي هو هنش واكسيال ريليز مع بعض، فلما جمعناهم طلعت هاي الرسمه. ومش سهل، مش صعب عليك انك تحلها. ليه؟ لانه مباشره انت لازم تصير تطلع انه هاي اتس ا كونكشن، هاي مش رياكشن. اذا لما احسب قديش عدد الرياكشن الازود من ثلاثة ما بتيجي معي. طب هاي كونكشن في عنا عجل، بما انه في عجل اذا هذا في عنا اكسيال ريليز بتعامل معه لحاله. طب هل هذا ريجيد؟ لا، ما هو الرولر ما بيقاوم مومنت، فاذا هذا مومنت اند اكسيال ريليز.
كثير هاي دسمة وأشياء كثير بتشبهها جبناها بالامتحان، طبعا ما كناش حاكينها بالمحاضرة لأنه هي مش صعب إنك أنت تفكر فيها، لأنه هذا الإشي أنا شرحته بأول أول أول محاضر لما قلت لك شو الفرق ما بين الكونكشن وما بين السبورت. فبدك تصير أنت تحس أكتر بالستركتشر. تمام؟ خلينا نحل إشي تاني، في حد عنده مشكلة؟ طيب في عنا هون رولر، في عنا هون بين، في عنا هون هنج، في عنا هون هنج. قديش الديجري اوف انديترمنسي؟ سالب اثنين. قديه؟ سالب اثنين. شو معناته هذا الستركتشر ماله؟ انستابل. انستابل بدون ما احسب الديجري اوف انديترمنسي يا ابراهيم، بدون ما احسب، لانه هذا السؤال سالتني اياه بدون بس منطقيا هذا الجسم انستابل. مبين ولا مش مبين؟ مبين مس. مبين طبعا. انا في عندك هنج، في هنج هون. لو انا زقيته بفورس هيك هذا الهنج صار فري بروتيت صح، وهذا رولر مش يعمل فيكسيشن بال رح يتزحلق هيك. هذا ستريت لاين والرولر رح يمشي بالضبط. تمام، بما انه هذا فري بروتيت هيو لف وهذا فري بروتيت هيو لف وما حافظ على الزاويه 90 لانه كل واحد بيقدر يلف بمعزل عن الثاني وهذا مشي، إذن هذا أصلاً unstable. طب لو بدنا نحسبها كمعادلات، أنت ما بتكيش تفكر، ما عرفتش، بدك تحسبها كمعادلات، كيف بدك تحسبها؟ بتطلع كالآتي، إنه قديش في عندي زيادة عن ثلاثة؟ ما في، في عندي closed loop؟ ما في. طب في عندي releases وينها؟ هون hinge 2 minus 1 minus 1 ماينس، هون برضو هنش 2 ممبرز ماينس 1 ماينس 1، شو صار عندنا؟ ماينس 2، فهو انستابل. يعني لو بدك تحلها رح يطلع انستابل، ولكن برضو من الرسمه هي انستابل. بقدر انا اخربشكم، يعني هاي طلعت عندك بالحل ظابطه، بقدر انا اخربشكم واحط هون فيكسيشن، فهون ساعتها لازم زي ما حكى إبراهيم إنك تتطلع أصلاً على الرسمة وتحاول تفهم الستركتشر إنه هو أصلاً بتحرك. خلينا نشوف another example. لو في عندي هيك وهيك، هون هنش، هون رولر تحت، وهون بن. قديش الديجري اوف انديترمنسي؟ كمان انستابل ماينس 1 برضه انستابل شباب، لانه هاد برضه بيقدر هيك يتحرك، الرولر بيمشي، الرولر بيمشي. لا لاحظ هون ممكن تفهم شغله اكثر عن الهنج، هي الرولر مشي، الهنج ما بيتحرك بس بيقدر يلف، شفت كيف؟ يعني هاي النقطه ما تحركت من مكانها بس لفت، فهمتوا كيف يعني فري تو روتيت؟ هو لف ما تحرك، يعني ترانسليشن، يعني هدول التنين التو ممبرز بالاكس وبالواي مربوطين ببعض، فهي النقطة ضلت محلها، بس لفوا بدون ما، يعني هذا ما لف وهذا لف، فلفوا بدون ما يأثروا على بعض، هي معنات الهنج انه بيقدر يلف بدون ما يتحرك، انه هو مومنت ريليز مش اكسيال ريليز او شير ريليز، يعني هو مش بيتحرك، لا هو بس بلف، فهذا برضه انستابل.
اخر اكزامبل وبننهي المحاضره. خليني بس اكتبها صح. اخر اكزامبل وبننهي المحاضره. عندنا هيك منبر، في عندنا هيك منبر، في عندنا هون زولر، هون بين، هون زولر، وهون برضو رولر. شو الوضع؟ جبل برضو انستيبل، لانه برضو لو اجى هيك اشي افقي هذا كله بتحرك. مش ما هو اصلا يعني مبين منه لحاله انه انستيبل، يعني بغض النظر تحسبه مبين منه لحاله. بس ما هو يا شعبي هلا بكره بدي اجيب الامتحان واشوف. أنا ما عنديش مشكلة، يعني إذا أنتوا هالقد تمام وضعكم بيرفكت تمام؟ لا مش قصة تمام، هو بالامتحان أكيد مش حيكون تمام، بس يعني هو مبين. طبعا مبين، ليش؟ لأنه هذا أصلا رولر رح يتحرك. فإذا أنا اللي بدي أوضحه إنه إحنا بالبداية بتطلع على الستركتشر هل هو ستيبل ولا أنستيبل؟ إذا ستيبل بكمل أطلع degree of indeterminacy، إذا أنستيبل ما بتعنيني أصلا. ليش ما بتعنيني أصلا؟ لانه انا بدي جسم ثابت والانستيبل اصلا بتحرك وانا معنيه بكل شيء ثابت. اوكي، هلا مع نهايه هاي المحاضره بفترض اللي اذا ما في عندكم اسئله يعني كله تمام. تمام مع نهايه هاي المحاضره احنا بس اخر سؤال ميس، يعني بس طريقه السريعه بنستخدمها لما يكون ستيبل، لما يكون مش ستيبل ممنوع نستخدمها صح؟ لا لا بتقدر تستخدم. هي بس سؤال سريع، بس ثواني اجاوب ابراهيم. الطريقه السريعه ما هي برضه هون حلت لي طلعته انستيبل، بس هي الشغله ابراهيم مش انك انت تستخدم طريقه سريعه، مش هون المشكله. المشكله انك انت لازم تطلع على الستركتشر بالاول، تحاول تفكر وتحاول تشبهه بشيء انه هذا لو انا حركته بتحرك اف يس هذا انستيبل، يعني معناه بطل يزبط انك تبصم. بدك تحط مخك بالستركتشر. إذا لا ستيبل بحسب برضو الطريقة السريعة، أحياناً أصلاً بتطلع لك ماينس. ولعلمك حتى بالطريقة الطويلة ممكن تطلع لك رقم، ما أنا قلت لك إذا كان صفر أو أكبر من صفر مش شرط يكون ستيبل. مش تعيني شي كويز أو همورك قريب؟ أيه بس يعممونا هاليومين بشوف إيش بدي أعملكم لأنه بيحكوا إنه رح يكون عندنا وجاه الامتحانات. امس طلع قرار بهذا الحكي انه المساقات الالكترونيه امتحاناتها تقييم الكتروني كامل، والمساقات العمليه كامل وجاهي. يعني حنضلنا نفس ما احنا. طلع قرار من اداره الجامعه بهذا الحكي. طيب بما انه هيك خليني اذا اشوف انا كيف بدي اقسم الماده، ويعني كيف بدي اوزع، كيف رح اوزع على الالكتروني وقديش بدي اعمل فيرست سكند فاينل ولا ميد تيرم. خليني اشوف انا كيف ماشيه بالماده، يعني بجاوبكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله تمام. هيك بنكون انهينا المحاضره شباب. تمام، هيك بنكون خلصنا شيء اسمه ديجري اوف انديترمينسي. المحاضره الجاي رح نبلش نعمل اناليسس. خلص احنا ميزين شو يعني ديترمينت، شو يعني انديترمينت، شو يعني ستيبل، شو يعني انستيبل. ميزين انه بهذا المساق رح ناخذ ديترمينت ستراكشرز. فمن المحاضره الجاي رح اعرفكم كيف نرسم بندنج مومنت دياجرام وشير دياجرام لفريمز ولا بيمز. هلا ممكن انتوا تقولوا لي طب اوريدي احنا اخذنا لبيمز بالاستاتكس. يس، اللي رح اعمله مش رح اتبع طريقه الكتاب، رح اشرح لك كيف. اول شيء رح اشرح استاتكس وكيف انك تحل بالطريقه جدا تقليديه، بعدين رح اصير اقول لك طب لو انت بدك تحل بسرعه كيف رح تحل. تمام، هلا ممكن اللي رح يفهموا علي رح تحس انه انت صدقا انتقلت نقلة نوعية، يعني بطلت انت تقعد مليون سنة تحسب رياكشن ومليون سنة تحسب شير ومومنت. رح تحس انه رسمة الشير والمومنت رح تاخذ معك ثواني مش زي ما كنت تقعد فيها ساعة. تمام، رح اعطيكم 20 سؤال تقريبا على المومنت والشير لبيمز ولفريمز والاكسيال كمان لفريمز. رح تشوفوا انه من اول سؤال رح يكون مستواكم لسه زي ما احنا بالستاتكس. اللي رح يتبع معي لما نوصل للسؤال 20 او 25 رح تحس انه فعلا انتقل مستواك. فشو نعمل بالنسبه للكتاب؟ بالنسبه للكتاب مش موجود الطريقه السريعه. طب انا كيف يا مس ادرس من الكتاب؟
الكتاب اوريدي انا حطيت لكم اللينك، مفروض انه انا رفعت اللينك صح ولا لا؟ موجود التكست بوك، اتاكدوا من المودل، انا اظن اني رفعته هلا. طب شو بدك تعمل بالكتاب؟ بالكتاب رح تشوف سكشن اسمه مومنت وشير دياجرام فور بيمز اند فريم. طب انا مش عم بحل زي الكتاب، لانه الكتاب بحل ستاتكس وانت عم تاخذ مساق مسجل ودافع مساق جديد، فمفروض اعطيك طريقه جديده. بالنهايه لازم مفروض انك انت سواء بطريقتي او بطريقه الكتاب اللي هي طريقه الستاتكس توصل لنفس الجواب اللي هي نفس الرسمه، تمام؟ فشو بدي اعمل بالكتاب؟ الكتاب هو اعتبرها انه معطيك كويستشنز زياده، تمام شباب؟ معطيك كويستشنز بحيث انك انت بتحل بالضبط، وبالنهاية انت رح ترجع لنفس، لازم تطلع عندك نفس الرسمة. اللي ما رح يفهم علي الطريقة السريعة برضو it's up to you، المهم انا بالامتحان رح اصلح الرسمات النهائية، سواء حليتها statics وجدت الرياكشنز وبعدين شير دياجرام، ومن شير دياجرام شفت المساحات وجدت المومنت، انت حر، او سواء استخدمت طريقتي برضو انت حر، تمام؟ المهم انا بصلح على الرسمة النهائية. اوكي؟ يعطيكم العافية، وبحط لكم اللينك للمحاضرة عشان تشوفوا إذا بدكم أي شيء.